الإرهاب المنتشر داخل أوروبا الآن في توقيت واحد، كنا فيما سبق بنتابع في تفجير في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، في إنجلترا. النهاردة تنظيم داعش وبقايا تنظيم داعش والذئاب المنفردة اللي بتنتشر في قلب أوروبا، نتيجة إيه؟ نتيجة الدعم الأوروبي السابق عن طريق قطر وتركيا للإرهابيين في سوريا وفي العراق. وبعد انحصار هذا التنظيم بدأ الذئاب المنفردة تنتشر داخل أوروبا من جراء أيضا ما يجري في ليبيا. ليبيا هذه الأرض البكر، هذه الدولة غير الموجودة، جعلت كل إرهابي العالم يذهب إلى ليبيا، ومن ليبيا بينطلق عبر موجات هجرة غير مشروعة إلى قلب أوروبا. ماذا حدث؟ حدث خلال ساعات قليلة ماضية حوادث دهس في أسبانيا، في برشلونة، حوادث دهس في فنلندا، في ألمانيا وفي روسيا، أسفرت عن مقتل ربما 17 أو 18 وجرح مئات الضحايا داخل هذه الدول. التنظيم الإرهابي أو الفكر الإرهابي الجديد يسعى إلى اتخاذ طريقتين. الطريقة الأولى طريقة الإرهاب الرخيص عن طريق حادث دهس، بيحتاج فقط إلى مركبة، إلى سيارة، وحوادث الطعن بيحتاج إلى سلاح أبيض. إذن الفقه الجديد والفكر الجديد والتطور الجديد هي ما هو رخيص، يبحث عن ما هو رخيص وما هو سريع وما هو عاجل في داخل أوروبا في أكثر من مكان في وقت واحد. حوادث دهس، حوادث طعن تؤدي إلى حالة من الجلبة وحالة من الهلع داخل المواطنين الأوروبيين. أنا أعزي الضحايا وقلبي مع المصابين، دعواتي بالشفاء، لكن أقول بمنتهى الوضوح مرة أخرى أن أوروبا بتحصد الآن ما زرعته أيديها خلال السنوات الماضية. أوروبا الآن بتحصد، أوروبا الآن بترى، أوروبا الآن بتعاني، أوروبا الآن بتشرف بنفسها على عمليات إرهابية. ما فعلته ألمانيا خلال الساعات الماضية من توقيف عبد الرحمن عز ومن قبله أحمد منصور ثم إطلاق سراحهم وهم إرهابيين مطلوبين للعدالة وفي النشرة الحمراء وفقا للإنتربول الدولي، بيجعل هذه الدول زي ما قلت بوجهين، لا بثلاثة وجوه، بتتعامل بنفاق شديد وعدم مصداقية وعدم صدق وعدم إخلاص في الحرب على الإرهاب. لذلك أوروبا لا تلوم إلا أنفسها، المواطن الأوروبي لا يلوم إلا حكوماته التي تمارس النفاق السياسي في وضح النهار. ما يجري في أوروبا سوف يتكرر، الحوادث الإرهابية في أوروبا سوف تتمدد، الحوادث الإرهابية في أوروبا، وأحذر أمريكا، احتضان جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا مقابل حفنة دولارات قطرية أو حفنة تعاقدات قطرية، لا يلوم المواطن الأمريكي إلا حكومته، ولا لا يلوم المواطن الأوروبي إلا حكومات الاتحاد الأوروبي. نحن هنا في مصر، نحن هنا في الشرق، نعرف ما يجري، نعرف حل ما يجري، نعرف علاج ما يجري. ألا مداهنة، ألا مصالحة، ألا اتفاق، فقط هي المواجهة مهما كانت النتائج. لذلك ما جرى في أوروبا خلال الساعات الماضية سوف يتكرر مرة أخرى، لأن أوروبا غير صادقة في حربها على الإرهاب.